السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا ما تمنيش ندير لكم هذا الفيديو، هذا ما عمري كنت توقعت ان غندير لكم بحال هذا الفيديو هذا. ما يقدر الله ما شاء فعل، ما توقعتش انني ندير بحال هذا الفيديو هذا. مي كنت حتى ملك بعض الظروف، بعض الاكراهات اللي كتكون ماشي في الاستطاعة ديالك، كتجيك الظروف هذه. انا اليوم قررت صراحه صافي، ما نبقى نحبس في اليوتيوب، ما نبقاش ندير فيديوهات. واخا انني هاد اليوتيوب درت فيه الصراحه اوقات زوينه، اوقات لي زوينه صراحه، لي من بينها الفيديو اللي كنت درته في الناظور، تقريبا راس ما بين كازا والناظور تقريبا راس اكثر من 600 كيلومتر. مشينا للناظور، مشينا خصيصا على الناظور. صراحة داك الفيديو كانوا فيه مشاهدات، ماشي مشاهدات كبيرة، مي الحمد لله كانوا فيها المشاهدات مزيان، ودوزنا فيها اوقات زوينة. مشيت صورت الكورنيش، صورت البلايص اللي حدا الكورنيش تقريبا، وداك النقل اللي فيه، والناس طيبة والناس زوينة اللي كاين تما، الناس ديال الناظور. عاوتاني صورنا انفا بارك اللي كاينه في كازا تاي، اللي دوز فيها وقت زوين بداك الجمال ديال البارك فين كيلعبوا الدراري، اللي فيه بلايص زوينه الانسان، اللي واخا ما تكونش بالضبط ساكن حدا انفا بارك يمكن لك انك تجي ليه. كاين بزاف الوسائل باش انك تمشي ليه الا كنتي ساكن في كازا. من بعد مشينا صورنا في مارينا، كنا صورنا فيديو، صورت فيديو في مارينا والاجواء اللي في الدور حدا مارينا. دخلنا من داخل ديال مارينا، الصراحه دازت هي زوينه، دازت هي بخير وعلى خير امبيكابل. مشيت صورت عاوتاني الفيديوهات من الفيديوهات الاخرين ديولي ديال اكوا بارك، الصراحه اللي دازت مع واحد الدراري كانوا الله يعمرها دار، دراري زوينين، دوزنا وقيت واعر بزاف بزاف بزاف. هذاك من احسن الفيديوهات اللي عندي هو هذاك اكوا بارك، صراحه داز زوين، داز واعر، كنا دوزنا فيه نهار زوين. من بعدها صورنا فيه الاجواء كامله، الاجواء اللي عشناها كامله صورناها، داز زوينه الصراحه. كنا صورنا في العربيه حتى هي دازت واعره، دازت خطيره، دازت ممتعه. واحد من اللي كيعيش هاد الاجواء وكيصورهم كتحس بهاد الصور وبهاد الاجواء اللي عشتي، كتحس بهم اكثر من اللي كيتفرج فيك، لان اللي غيتفرج فيك ما غاديش يحس بك، يتفرج ما غيتفرج فيك كامل، غيتفرج فيك واحد المقطع، ولكن انت كتصور وانك كتعيش دوك الاجواء، كتعيشهم وكتصورهم في نفس الوقت، اللي تا هو داز الصراحه زوينه. كنا مشيت واحد البحيره حتى هي كتمشي تصور، حتى هي داك طلعت واحد الجبيل حتى هو اللي صراحه دازت فيه زوينه، اللي دازت فيه وقيش داز نهار حتى هو تما زوين، دوزنا فيه كنا دوزت فيه نهار حتى هو داز زوين. تصورت واحد الفيديو واحد اخر في واحد المدينه، واحد المغاره كنت تصورت فيها، هذاك الفيديو اللي كيتبعوني راه غيعرفوا اشنا هو، كنت مشيت تصورت فيه وتمحى ليا، كنت مونطيتو وقاديتو صافي في الاخر تمحى ليا كلشي، لا الفيديوهات اللي صورتهم تمحاو ليا، ولا الفيديو اللي تمونطا حتى هو تمحى ليا، يعني تمحاو ليا بجوج. واخا غنرجع نصور ما غنلقاش باش غنصور، لان هذاك الفيديو تمحى ليا. وداز الصراحه داز اوقات زوينه، داز اوقات زوينه. من بين الاسباب اللي خلتني ندير هذا الفيديو، من بين الاسباب ان اليوتيوب حيدت لي بزاف ديال لي زابوني، تقريبا بزاف، ما عرفتش شنو هو العدد بالضبط، المهم تحيدوا لي بزاف ديال لي زابوني، مع العلم انني ما درت شي غلط او لا درت شي محتوى اللي كيخدش بالحياة او لا كيدير عن العنصريه او لا كيدير على التفرقه او لا شي حاجه اللي انشر دي في اليوتيوب، ما درناهاش. قدر الله ما شاء فعل، ما غندويش على الارباح ديال اليوتيوب، لان تا هما تخصموا ليا بزاف ديال الارباح ديال اليوتيوب. يلا قلنا بسم الله،
كنا فرحانين، مي تخصم لك الارباح بزاف، وكان واحد ندير الافكار بزاف اللي باغي ندير من اول افكار ديالي. كنت باغي نصور البوراق، كنت باغي نمشي لطنجة نصور البوراق. ما كاينش يوتيوبر بزاف اللي صوروا البوراق من غير على ما اظن طه ايسو، ما يعني ما صوروهمش بزاف. كنا قلنا باغي نمشي نصورو ندوزو توا في وقت زوين. كنت باغي نمشي لطنجة، كنت باغي نمشي للحسيمة، كانت عندي فكرة انني نمشي للداخل الصحراء المغربية هي نصور في الداخلة الجزيرة اللي تما اللي واعرة صراحة اللي كنت باغي نمشي لها. مي ما كتلقاش واحد، ما غنقولوش التفاعل، ما كاينش واحد، ما غنقول ماشي ما غنقولوش ما كاينش التفاعل، كاين تفاعل ولكن ماشي بهذيك الكثره. لان بالمقابل انك تشوف مثلا شي وحدين اللي ما كيديروا حتى شي علاقه باليوتيوب او لا، ما شي حاجه اللي غنقدروا نقول لك انا تافه، مي صادق عليهم. انا ما نقولش يديروا داك الشيء او لا ما يديروش داك الشيء، ما انا ما كيهمنيش داك الشيء، كل واحد شغله هذاك. عندي في المنطلق ديالي انا الواحد يدير اللي يبغى، مي كتشوف داك الشيء عندهم صادق ليهم. من انت اللي حاجه كتضرب على الثمن وكتخسر على الفلوس، ما كتلقاش واحد القبول، بالرغم انك ما كيف ما كنقولها في الفيديوهات ديالي، بالرغم ان ما عندكش شي ماتيريال اللي كبير باش انك تصور به، وما عندكش انك واحد البيجي انك غتمشي واحد البلاصه تخسر على الفلوس تمشي تصور تخسر رزقك غتمشي تصور. ايه انا كيعجبني ندير هادشي من شحال هادي، كيعجبني انني نصور، نمشي للبلايص نصور فيهم، اي بلاصه مشيت كنمشي نصور كندير فيديوهات. من قبل ما تكون البنادم عنده هذه الفكره ديال اليوتيوب، هذا تقريبا من لي ايام يلا خرجوا الطاكسي وكانت فيهم كاميرا تقريبا بحال شكل ديال الاس ان في سامسونج، عطيتك غير مثال حيت لانني الاس ان دوزتو. بابسط ما يمكن كنصور، يعني حتى هي من البدايه ديال اليوتيوب، يعني الاغلبيه تقريبا هما كيطلعوا كيدوزوا من هذه المراحل ديال انك كتصور بشي حاجه قليله، من بعد عام ولا عامين عاد الانسان كيبدا يتلونسا. مي قدر الله ما شاء فعل. كتبغي دير محتوى اخر من غير هاد الفلوغات، كتقول ما يصدقش داك الشيء، عزيز عليا انا ندير لي فلوغ. المحتوى ديال لي فلوغ يعني هاد لي فلوغ هذا فيه بزاف ديال الحوايج انك ديرهم، تمشي للمناطق تصورهم، تمشي لشي بلايص تصورهم، تقدر دير مقلب، تقدر دير تحديات. مي هاد التحديات وهاد المقالب وهذا هادشي هذا صراحة ما نقولش لك انا بنادم ما باغين، ولكن كيبغيوه اوتوماتيك. ملي كتشوف في اليوتيوب راه بنادم كيتفرج فيه بزاف، يعني بنادم كيعجبو داك الشيء، واخا البعض ديال التعاليق كتشوف انك ما باغينش داك الشيء، مي كتلقى عندهم لي زابوني بزاف، كتلقى عندهم مشاهدات بزاف. يعني مي الله يسهل على كل واحد، سوى اللي كيدير هادشي سوى اللي ما كيديرش هادشي، كل واحد الله يسهل في المحتوى ديالو، الله يسهل على كل واحد. بي ما تمنيناش نديرو هاد الفيديو هذا، انا ما بغيتش نغادر اليوتيوب لان انا كيعجبني، ما بغيتش نغادرو. ملي كتحتم عليك الظروف كتوقف كتوقف. هاد الفتره اللي غنحبس فيها انا ما عرفتش واش غنرجع غنرجعش، المهم غنشوف واش نرجعو بقوه وباحسن او لا صافي غندي كيف ما كيقولوا لنا نقطعوا هادشي كاريمون. مي نتمنوا خير، نتمنوا خير ليا وللجميع ان شاء الله. ايوا نخلي لكم الراحه وتهلاو في ريوسكم، وما نتمناش نكون ثقيل على القلوب ديالكم، ما نكونش ثقيل تاع الهواتف ديالكم، لانك تضيع وقتك انك تفرج فيا راك تضيع من جزء من الوقت ديالك. مي الحمد لله داك الوقت اللي كيضيعوا معايا الناس ما كنديروش انا في شي حاجه اللي لا علاقه لها، ما هو شي حاجه اللي ماشي غنقول لك شي حاجه اكثر من تافهه ولا شي حاجه اللي المهم كتضيع وقتك في شي حاجه اللي غيستافد منها الواحد. خلي لكم الراحة وكنشكركم بزاف على داكشي اللي درتو معايا في التعاليق، المهم في اي حاجة كتفرجوا فيا اي حاجة. خلي لكم الراحة و...
تهلاو في راسكم، بيس ليكم كاملين.